من كم يوم كنت عم بقرا في ستادي بتارجي انه النساء لما تنام مع نساء بتجي 90% من الوقت، وقت تنام مع رجال بيجي 60% من الوقت. مش عم جرب لكم سيرو من ميلتنا يعني، بس اذا بدكم اهلا وسهلا. بس هو لانه بسبب كثير شيء بسيط، اللي هو انه الرجال ما بيسال، الرجال ما بيحبوا يسالوا. نحن النساء بنسال، نحن بنكون عم ننام مع وحده هون صح مبسوطه كيف علاقتك مع امك، يعني بنسال اسئله كثير. الرجال ما بيسال، الرجال بتكونوا معه بالسياره طالعين عندكم مشوار على البترون على البحر، تقولوا بي بيسال او دوي جي بي اس او سال، لا 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 انا بعرف بعرف. بس تحوروا وتدوروا تحوروا وتدوروا، اخر النهار بتوصل على مكب الكوستا برافا بقول لك انبسطت، بتقولي له طار عقلي.